بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حابب قبل ما أبدأ إن شاء الله حصة النهاردة، عايزين كده يعني ناخد معلومة كده حلوة. في آية قرآنية معظمنا حافظها أو بيسمعها أو يمكن بيقراها، بس أعتقد إن هو يعني فاهمها على غير المعنى المراد. الآية بتقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الشاهد بتاعنا في كلمة رجالا، طبعا كلنا فاهمينها معناها ايه، المفروض هي عكسها اكيد نساء، صح؟ طبعا كل فاهم ده، عكس رجال هيقول النساء، مفرد رجال هيقول الرجل، صح؟ مش ده اللي في دماغنا؟ بس الآية مش معناها كده. إذا يعني إيه؟ أمال رجالا يعني إيه؟ ما إحنا كنا عارفين رجالا يعني رجال. رجالا مش مفردها رجل هنا في الآية. لأن لو كان معناها الرجال اللي هم عكس النساء، يبقى ليس على النساء حج. صح؟ أمال معناها إيه؟ رجالا. حد فكر؟ رجالا هنا معناها ماشيين على رجليهم. فمفردها راجل. يا راجل، احنا بنقول كلمة يا راجل ديت، دي لغة عربية؟ يا راجل؟ بس دي لها معنى ودي لها معنى. الراجل من يمشي على رجليه، من يمشي على رجليه. عكسه ايه بقى؟ عكسه راكب. ولذلك الآية لو كملتها يأتوك رجالا يعني ماشيين على رجليهم وعلى كل ضامر. يعني ايه ضامر؟ قال لي الفرس او البعير الضامر، يعني اللي بطنه هزيلة، بيقعد يسمينه البعير، جمع بعير بعران واباعر واباعر، يقعد يسمينهم علشان ما يروحوا يحجوا تستحمل المسافة الطويلة دي جدا، عبين ما توصل لمكة تكون ضمرت، ضمر بطنها يعني ايه؟ هزولة، هزلة، ضعفة. فاصبحت ضامرة البطن، هزيلة. تمام؟ احنا المهمنا في الموضوع ده كل كلمة ضامر. ضمر شيء ضامر، ضمير، كله بمعنى واحد. ضمر ضمير، حاجة خفت أو اختفت، فالضامر اختفى من بطنها الدهون. والضمير هو شيء خفي في بطن الإنسان، في داخل الإنسان، إحساسه وإدراكه للحسن والطاهر من الخبيث، الحلال من الحرام. انت ما عندكش ضمير وازع داخلك، خلقها الله في كل انسان الفطره التي فطر الله الناس عليها ليعرفون بها الحلال من الحرام. فالضمير شيء خفي داخل الانسان. يقول لك مثلا عضلات ضامره هزيله، حاجه اختفت منها، كله بيدور ده حول نفس الايه؟ المعنى. يبقى درسنا النهارده بيتكلم على مين؟ وعلى ايه؟ على الضمائر. ايه الضمائر؟ في النحو علماء النحو قال لك هي أسماء تدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. إذن في معنى خافي وراها، يعني بستخدم لفظ وفي معنى من وراه. فبدل ما أتكلم على شخص أقول مال الشخص اللي مش موجود عمل كذا وكذا وكذا، أقول هو. بدل ما أقول له مثلا إيه، عايز أكلم شخص معين أقول له محمد عمل كذا، أقول له أنت. أتكلم عن نفسي، بدل ما أقول لك الشخص اللي بيحدثك أقول أنا. فاستخدموا كلمة الضمير هنا عشان يديني معنى عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب باستخدام كلمات بسيطة لتدل على هذه المعاني. يا شباب الضمائر عندنا في النحو أقسام. فهمنا الأول بس يعني ضمير وجت إزاي. يبقى الضمائر عندنا، الضمائر بيقسموها إلى أقسام، قسمين. قال لي ضمير بارز وضمير مستتر. مستتر برضو يعني كان ورا الستارة، يعني مختفي، هو نفس معنى الضمير. يعني لما أقول مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ القرآن، اقرأ ده فعل أمر، صح؟ فين الفعل بتاعه؟ ضمير مستتر، تقديره قدره
انت اللي هتقرا، اخرج، اسكت، اكتب، يبقى انت. لو قلت مثلا مصر تتحدث عن نفسها، قصيدة بتاعت حافظ ابراهيم، تتحدث فعل مضارع، فين الفاعل بتاعه؟ ما تقولش مصر طبعا، اتفقنا ما ينفعش مصر، صح؟ عشان دي جمله اسميه، ده مبتدا، واتفقنا في اساسيات النحو ما ينفعش ان الفاعل يجي قبل الفعل، فلازم يكون بعده. يبقى كده الفاعل هنا فين؟ مش موجود برضه. ضمير ايه؟ ضمير مستتر. طيب اللي يهمنا بقى دلوقتي الضمائر البارزه بتاعتنا. بارزه يعني شيء بارز ظاهر واضح قدامي موجود. اصل في طلبه يعني بلاقيهم كل شويه يجي يعرف ضميره ليه؟ الضمير مستتر. كل ما يعرف ضميره انت قول ضمير مستتر، مش فاهم محافظ، مش فاهم يعني ضمير قدامي ازاي يبقى مستتر وهو قدامي؟ يعني انت قول له اعرف انت اهي قدامك اهي، قول له ضمير مستتر يا حبيبي، مستتر يعني مش موجود. فنفهم ده كويس. فضمير البارز يعني واضح قدامي، واضح باين قدامي. الضمائر الضمائر البارزه بقى، الضمائر البارزه هنقسمها قسمين. نيجي بقى يا شباب للضمائر البارزه. الضمائر البارزه عندنا ضمير بارز منفصل، منفصل مع نفسه كده مش متصل بحاجه خالص، او متصل، متصل باسم، بحرف، بفعل. هنشوف الكلام ده بعدين بالتفصيل يعني واحده واحده. ضمير منفصل مش متصل باي حاجه خالص. الضمائر المنفصله دي نوعين، قال لي ضمير رفع وضمير نصب. طب جر ما اخترعوش، هو بس اللغه العربيه كده، كل لغه عربيه ضمير بارز منفصل يا اما رفع يا اما نصب. طب والمتصله؟ قال لا، ثلاث انواع، ثلاثة مكتملين، عند رفع ونصب وجر. هي اللغه العربيه كلها رفع ونصب وجر، مش غير كده. بس المتصل ثلاث انواع، لكن المنفصل ده نوعين بس، يا رفع يا نصب. نتكلم على المتصل بتاعنا الرفع. ضمير الرفع المنفصل يعني مش متصل باي حاجه خالص. طبعا كلكم حافظينه من الابتدائي بس هراجع فوق مع بعض. قال لي اول حاجه ضمير المتكلم، ما اجي اتكلم عن نفسي بقول ايه بقى؟ انا شخص عايز اتكلم عن نفسي بقول انا، صح؟ تمام. طب لو احنا اتنين نقول ايه؟ نقول ايه؟ مين يقول؟ ها؟ طب لو جمع؟ نحن، جمع نحن. طب لو اتنين؟ برضو نحن، ما فيش غير كده. استخدم العرب نحن للاتنين وللجمع، ما فيش ضمير متكلم يدل على الاتنين. تمام. ايه بقى ضمير المخاطب؟ ما تخاطب واحد وتكلمه تقول له ايه؟ قول يلا، ها انت، برافو، ها فتحه، ها انت، انت بياء، اعمل ياء كده، اوعى انت، ها مفرد مذكر، ابدا كده احفظهم ازاي؟ كلم كلم راجل وبعدين بنت، هما الاثنين هتقول ايه؟ انتما. طب انتما بتكلم ولدين ولا بتكلم بنتين؟ بكلم ولدين. طب لو بكلم بنتين هم انتما برضو، يبقى انتما ده المذكر والمؤنث. طب جمع رجاله انتم، جمع ستات هتقول لهم ايه؟ انتن. ده للمخاطب، جميل قوي. طيب يا سيدي لو حابين نتكلم على الغائب، ضمير الغائب هتقول ايه؟ يلا قول معايا مفرد مذكر الاول، ابدا بالمفرد المذكر. كلم الراجل هتكلم عنه تقول ايه؟ هو. لو بتكلم عن امراه تقول ايه؟ هي. الاثنين لو هما رجلين هتقول هما، برضه لو امراتين بتقول هما. مذكر ومؤنث. جمع رجال هم، جمع نساء تقول ايه؟ هن. دي الضمائر المنفصله في الرفع بس، ما فيش غير كده. تعالى نعدهم هيطلعوا كام؟ بسرعة كده هتلاقوهم 12. خمسة مخاطب وخمسة غائب واثنين متكلم، ما فيش غير كده.
ده الضمائر الرفع اللي عندنا المنفصلة، زي ما نحن مش متصلة بحاجة، أنا مش متصلة بحاجة. إزاي بقى نعرف كل هذه الضمائر؟ طبعا أنت لو شغلت مخك وبحاول تفهم معايا، اسمها ضمائر إيه؟ رفع. يعني مستحيل تبقى مفعول به، مستحيل تبقى مضاف إليه، مستحيل تبقى يعني فاهم؟ أكيد موضوع رفع. موضوع رفع بقى إيه؟ أكتر من 90% منها مبتدأ. تعال ناخد مثلا الإعراب أي ضمير في دول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي، أنا مبتدأ، النبي خبر، تمام؟ حلو. هعربها إزاي مبتدأ؟ مبتدأ مرفوع. طيب مش مرفوع، اتفقنا في إعراب ثابت عايز أقول لك عليه. ضمائر كلها تقول ضمير مبني، ضمير تقول ضمير مبني في محل، ده كل ضمائر تقول محل رفع. انا محل رفع، ايه المحل اللي فيه كلمة انا؟ الموضع اللي فيه موضع الابتداء، يبقى ده في محل رفع مبتدا بس. طب لو جه قالك مثلا ما نجح الا انت، اعرف انت ايه؟ شيل ما والا، من اللي نجح انت يبقى فاعل. خلاص؟ لو قلنا ما كرم الا انت بقت نائب فاعل، بقت نائب فاعل بس برضه في محل رفع. ما هو الفاعل ونائب الفاعل كلهم في محل رفع. غالبا كل الضمائر دي كلها تيجي مبتدا، قليل ما تأتي مثل فاعل نائب فاعل، بس كلها في محل رفع. اتفقنا؟ يبقى كل الضمائر دي في محل ايه؟ رفع. حلو قوي. طبعا نشوف بقى الضمير الثاني، ضمائر النصب. ضمائر النصب المنفصله، يعني مش متصله باي حاجه خالص. بس انا هقول لك ايه ضمائر النصب المنفصله. هو ضمير واحد بس هقول لك عليه، هو مفيش الا واحد بس، اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أعني واسمع يا جارة، إياك نعبد وإياك نستعين. ده ضمير بيتعرب في محل إيه؟ نصب. هيبقى إيه يعني؟ هيبقى فاعل؟ هيبقى مبتدأ؟ أكيد مفعول به. يعني إياك أول ما أشوفها أقول ضمير مبني، ضمير مبني، ها اتفقنا، في محل، ده اعراب ثابت لكل الضمائر، ده في محل ايه؟ نصب. من اللي بنعبد؟ احنا، ضمير فاعل، الفاعل ضمير مصدر تقديره نحن. اياك يا الله ده مفعول به، يبقى يعني محل نصب مفعول به. يعني اول ما اشوف كلمه اياك عليه مفعول به على طول. ازاي؟ ده في اسلوب اسمه اسلوب التحذير، اياك الكذب واياك من الكذب والحاجات دي برضه مفعول به اصلا. هو ضمير نصب في محل نصب مفعول به على طول. اما اشوف اياك ضمير مبني محل نصب مفعول به. يعني ضمائر النصب دي كلها هو ضمير واحد بس. ازاي يا مستر؟ ده هم بيقولوا العلماء ان هم 12 زي الرفع. الرفع انت قلت لنا 12 وده برضو 12، العلماء قالوا 12. انت حضرتك ازاي بتقول ان ده واحد بس؟ قال لي ضمائر النصب 12. انت عايز يعني تحفظ من غير ما تفهم، ولا فهمك هيصل لك النحو كله؟ حاول تشغل دماغك. هم عملوا 12 ازاي؟ تعال اقول لك عملوها ازاي. لما تقول ايايا، ايايا قصدوني، يعني قصدوننا. حلو. ايانا ده بيتكلم على مين؟ متكلم. ممتاز، برافو عليك. طب لو مخاطب استخدم الضمير ايا مع المخاطب هتقول ايه؟ ها اياك للمذكر، والمؤنث هتقول له ايه؟ البنت هتقول لها اياكي، اياكما، اياكم، اياكن. هو كلها ايا بس بتتغير مع المتكلم والمخاطب والغائب. تعالى في الغائب هتقول له ايه بقى عن الغائب؟ ها هتقول له ايه؟ اياه مذكر ولد، البنت اياها، اياهما،
إياهم إياهن. هو ضمير واحد بس إياه، وبتشكل مع إيه؟ المتكلم والمخاطب والغائب. ليه تقعد تحفظ كل ده؟ توجع دماغك. هو إياه وخلاص، وشوف الضمير اللي بعده مع مين وخلاص، وراح دماغك. كلهم بتعربوا إيه؟ ضمير مبني في محل نصب مفعول به. تمام، اتكلمنا على الضمائر المنفصلة، خلصنا الضمائر المنفصلة، رفع ونصب خلاص مفيش جر. ندخل بقى على الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة هقوله لك بأسلوب برضه بسيط خالص، تعقدش نفسك يعني، النحو سهل. الضمائر المتصلة يبقى لازم تتصل بحاجة، ما ينفعش تيجي لوحدها. قال لي هما ثلاث ضمائر، قلناهم باللبناني هيك: هاء الغائب، ياء المتكلم، كاف المخاطب. قال لي الثلاث ضمائر دول، الثلاث ضمائر دول ينفعوا نصب وينفعوا جر. يجوا رفع؟ لا. طب هما نفس الضمائر ينفعوا نصب وجر؟ قال لي اه. ازاي؟ قال لي تعالى هنا، النصب قال لي في حالتين والجر في حالتين. ازاي؟ قال لي لو دخلت على فعل زي ايه؟ اكرمك، اكرمك، اكرمك ربك. مين اللي اكرم؟ ربك. يبقى الكاف دي مفعول به، يبقى في محل نصب. نفس الكلام، قول اكرمني، اكرمني ربي، اكرمه. وتعالى حط بقى الضمير ده، اكرمني ربي. الياء والهاء والكاف كلها ضمائر مبنية في محل نصب مفعول به على طول، وراح دماغك. هتقولي بس كلمة أكرمي دي فيها حاجة، بيحطوا لها كده نون عشان تقول ايه؟ أكرمني. ايه النون دي بقى؟ بيسموا العلماء نون الوقاية من الكسر، لأن الفعل أصلا لا يكسر، فلو شلتها عملتها زي اللي قبلها هتقول أكرم مي، فكسرت الفعل والفعل لا يكسر. يقول لك ايه؟ نون الوقاية من الكسر. تدخل بس مع الياء المتكلم بس، ما دخلتش على الهاء ولا مع الكاف. يبقى عندي ضمائر المتصلة هم ثلاث ضمائر بس، دخلت على الفعل على طول مفعول به في محل نصب. ايه كمان لو دخلت على إن؟ هيبقى اسم إن. لما أقول إنك صديقي، إنه صادق، إنني أحبك، أعرف كل الضمائر ديت الكاف والهاء والياء، مش دي اسم إن؟ يبقى في محل إيه؟ نصب. ضمير مبني في محل نصب اسم إن، بس هم حالتين. خش على الجر يلا مع بعض، نفس ثلاث ضمائر الهاء والياء والكاف، امتى ييجوا جر؟ قال لي برضه في حالتين. ازاي؟ قال له تعالى مع بعض نشوف. امتى ييجوا جر؟ قال لك لو دخلت على اسم. يبقى لو دخلت على فعل، على فعل مفعول به، على اسم يبقى جر مضاف اليه على طول، في محل جر مضاف اليه. زي ايه اسم يعني؟ مثلا كلمه كتاب، قلم، كتاب. هتقول ايه؟ هتقول ايه كتاب؟ هتقول كتابي، كتابك، كتابه. التلات ضمائر دول داخلين على مين؟ على اسم، على طول في محل جر مضاف اليه، ورايح دماغك. من الكلمات الصغيره جدا والبسيطه والسهله واللي بيخطأ فيها معظم الطلاب حتى في الثانوية العامة. لما أقول مثلا إيه؟ دعوت الله لك بالنجاح. دعوت الله لك بالنجاح. تمام؟ أقول له أعرب لك.
يقول لي مش عارف مفعول به ولا ايه دي، يتلخبط ما عارفش يعرف لك منك اليك له، حاسس ان صغيره كده ممكن يعرفها مفعول به يعرفها ما عارفش يعرفها ايه. معناها في منتهى البساطه هي عباره عن حرف جر، هو حرف جر اللي هو اللام دخل على الكاف بتاعتنا دي، ودي من حرف جر دخل عليها الكاف، الى حرف جر ودخل عليه الكاف، يعني الضمائر دي دخلت على حرف جر واللي بعد حرف الجر بقى اسم مجرور. معقول يعني اعرف كل ده او كل الكلمات دي اعربها كده؟ حرف جر اللي بعد اسم مجرور. هتقول ضمير مبني فيه محل، ضمير مبني فيه محل جر اسم مجرور. ايه البساطه دي؟ بس تقعد دماغك ليه؟ يبقى الثلاث ضمائر دول بيجوا جر لا دخلوا على اسم ولا حرف جر، بس خلصت. دخلوا على فعل، على ان فعل نصب. خلصنا الضمائر اللي هي المتصله في الايه؟ النصب والجر. لسه لنا الرفع بس ونخلص الضمائر. في حاله الرفع بقى الضمير المتصل في محل رفع عندنا ست ضمائر. نبدا الاول بايه؟ تاء الفاعل. ما تقول مثلا والله انا فهمته النحو من استاذ كمالو الحمد لله ربنا جعله في ميزان حسناتنا جميعا. فهمته فاهم فعل ماضي صح، والتاء دلت على المين؟ دلت على المتكلم، ضمير يدل على المتكلم متصل لازم في فعله صح. جميل دلت على المتكلم يعني انا اللي فهمت يعني انا الفاعل، يبقى اكيد في محل رفع. اقولها ضمير مبني زي ما اتفقنا كلها كده في محل وقف، دي في محل ايه؟ رفع فاعل. ايه كمان تاء الفاعل؟ قال لي نال فاعلين زيها بالظبط. قول كده فهمنا النادي ده برضه نفس الكلام ضمير مبني في محل رفع فاعل، احنا اللي فهمنا. نون النسوة نون النسوة هتقول لي ايه؟ نون النسوة الطالبات فهمنا الدرس، يبقى النادي طبعا طلبات مبتدا اوعى تبقى فاعل، اتفقنا خلاص. لا خلاص احنا اتطورنا ما نغلطش غلطه زي دي. فاهم فاعل يبقى الفاعل بعدها ما فيش قبلها، يبقى نون النسوه ضمير مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. دول ثلاثه تاء الفاعل الفاعلين نون النسوه. لسه ايه؟ الف الاثنين اهو جماعه، الف الاثنين واو جماعه، ياء المخاطبه. اي ضمير في دول من السته دول ضمير رفع مبني، ضمير مبني في محل رفع فاعل بنسبه 90%، في نسبه بسيطه هقول لك عليها بعدين. الفعل لما تقول مثلا ايه؟ الطالبان هتقول فهم الطلاب فهموا انت تفهمين الدرس، او افهمي لو امر. تمام، يبقى في ده الطالبان مبتدا، كل ده مبتدا. فهم فعل ماضي، فعل ماضي تفهمين فعل مضارع. فين الفاعل؟ قال لي في الاثنين ده. فين الفاعل؟ واو الجماعه. هنا ياء المخاطبه كلها تقول ضمير مبني في محل رفع فاعل على طول على طول. حالات بسيطة لو دخلت على فعل ناقص، دي دخلت على فعل تام الأفعال العادية خالص، لكن لو دخلت على كان وإخوتها أو كاد تقول مثلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الأعظم آية يعني بتأثر. كانوا الناس دول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما بيناموش الليل وطول الليل بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا منهم. كانوا أصلها كان زائد وهو الجماعة.
دخل على فعل، لو دخل على فعل تام فاعل، لو دخل على كان يبقى اسم كان. نفس الكلام لو مبني في محل رفع اسم كان، اسم اصبح، اسم كاد. فاهم ازاي؟ بس كده. في بقى سؤال ذكي بقى، قال لي في عندي ضمير واحد بس، يبقى اتفقنا ان في ضمائر للرفع وضمائر للنصب والجر. هل في ضمير ينفع رفع ونصب وجر؟ قال له ضمير واحد بس في العربية. شاطر يقوله، انا كتبت خلاص. يرفع رفع ونصب وجر. ازاي يتعمل رفع ونصب وجر؟ يلا شغل مخك معايا، امسك كراسة وقلم كده واشتغل معايا، حاول تشغل مخك كده، اسبقني. ازاي ناتج رفع؟ عملنا رفع من شوية. ها؟ لو قلت فهمنا، فهمنا الدرس، يبقى احنا اللي فهمنا، احنا الفاعلين. ها؟ نصب. قول يلا. ها؟ خلقنا الله احرارا. اوعى تقول انها هنا فاعل، مش اي انها الفاعلين، لا ما تقولش كده، يعني شغل مخك شويه. خلقنا، مش احنا اللي خلقنا، منها مش فاعل، مش نال فاعلين، دي نال مفعولين. وفي ناس من المفعولين، اه دول المفعول بيا، لان من اللي خلق؟ الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. خلقنا احنا المفعول به، يبقى في محل نصب. محل جر، يلا قول شغل مخك معايا. ها؟ هيخش على اسم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كتابنا، إنا كنا نستنسخ. كتابنا دخل على اسم، يبقى مضاف إليه. دخل على حرف جر، يلا ها، إلينا، علينا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. خلصنا الضمائر. نشوف الملف بتاعنا، ملخص اللي مع حضرتك عشان انت سيادتك هت ايه هتذاكر منه. تعرف الضمائر وانواعها واقسامها، وعمل لك جدول اهو يبسط لك العمليه خالص. ضمائر الرفع والنصب دي المنفصله اهو، انا ونحن واياك واياهم كلها مع بعضها، كلهم تعرف ايه مبتدا في محل ايه، محل رفع غالبا. جميل اهو. والضمائر البارزه المنفصله عندك اهو، دول الرفع ستة بأمثلتهم، ودول النصب اللي اتفقنا عليهم الثلاثة اللي قلناهم، هما نفسهم يجوا جر لو دخل على اسم. دخل على إن باسم إن في محل نصب. دي بعض الملاحظات بقول لك خلي بالك منها، ركز كويس فيها. قال ضمير رفع المتصل في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو اسم إيه؟ أو اسم كان. المتصل اللي إحنا الأمثلة اللي كنا خدناها عليه، ما كرم إلا أنت دي. الضمائر المشتركة بين الجر والنصب اللي هو هيك باللبناني كده، خليك لبناني كده واتكلم كده. الآية القرآنية ما ودعك ربك وما قلى. لو جينا بصينا هنا في الضمير، ما ودعك في كافي، يلا شغل مخك معايا. ربك الكاف دخلت على ودع وربك، يبقى في محل ايه؟ اسال نفسي سؤال، في محل ايه؟ دخل على اسم ولا على فعل؟ ودع فعل على طول، ها؟ فعل مفعول به، ممتاز. ربك دخل، رب اسم، يبقى مضاف اليه. دخل على فعل مفعول به، على اسم مضاف اليه. تمام. تابع التقييم مع بعض. ربنا لا تؤاخذ، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. بقول الضمائر دي على الترتيب في محل ايه؟ قبل ما اختار انا احل كل كلمه لوحدها. ربنا ده اسلوب نداء، حذفت منه الاداه، اصلها يا ربنا. طبعا هو عشان ربنا قريب مننا مش محتاجين نجيب اداه نداء. فقلنا ربنا، يبقى هنا رب زائد النا. الرب يسال نفسي اسم ولا فعل ولا حرف؟ رب دي اسم، يبقى ده مضاف اليه. سهله. إننا، إن دخل على إن، إن ده حرف ناسخ، يبقى ده أكيد اسمها، يبقى في محل إيه؟ نصب. يبقى ده دخل على إيه؟ اسم، يبقى ده في محل جر.
ده في محل نصب. ها سمعنا من اللي سمع احنا؟ يبقى ده رفع فاعل، يبقى عندي جر نصب رفع. اشوف بقى الاختيارات اللي عندي اللي بتخدم هذا الايه، هذه الاجابه. هتلاقي طبعا ده لا، ده لا، يبقى كده ده صح. تحافظ الاسره المصريه على اخلاقها فقد اكرمها ربها بايمانها. الضمير اللي في محل نصب هنا ايه؟ نعمل ايه؟ نمسك كل الضمائر اللي عندنا. عندي كلمه اخلاقها اكرمها ربها. اخلاق دي اسم ولا فعل؟ اخلاق، ما اعرفش اتلخبطت، ما اعرفش اخلاق دي اسم ولا فعل. حطوا لي الف ولام الاخلاق، الله ينفعت، يبقى اسم، يبقى دي مضاف اليه. اكرم، اكرم ده فعل ماضي صح، يبقى داخل على فعل، يبقى مفعول به. ربها، رب دي اسم، يبقى ده مضاف اليه. يبقى الضمير اللي في محل نصب وبيسالني على اللي في محل نصب، يبقى اكيد داخل على فعل او داخل على ان واخوتها. يبقى مين؟ اكرمها، دي الاجابه الصح. تمام. المثال الثالث، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الضمير في كنا، يلا شغل مخك، اتفقنا؟ ها كنا نال فاعلين، دخلت على فعل فاعل لو فعل تام، دخلت على كان واخواتها، يبقى اكيد اسم كان، واسم كان اكيد في محل رفع لان كان بتنصب خبرها، يبقى هنا في محل ايه؟ ها محل رفع اسم ايه؟ اسم كان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.